في يوم عيد النصر، بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضرورياً. الرئيس الفرنسي يؤكد أمام البرلمان الأوروبي أن أوكرانيا وحدها هي من تحدد شروط التفاوض مع روسيا. على وقع استمرار أزمة التضخم العالمية، حكومات أوروبية تدعو المواطنين إلى تخزين الغذاء. 13 في القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهدت الساحة الحمراء بموسكو عرضا عسكريا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادات الجيش، إحياء للذكرى 77 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، عيد النصر. وهنأ بوتين كل العسكريين والمحاربين القدامى بعيد النصر، مؤكدا على الفخر بجيل النصر، داعيا الحفاظ على تلك الذكرى. في 9 مايو في عام 1945 لقد سجلت في التاريخ كيف كان نصر شعبنا السوفيتي الموحد وتكاتفه وروحه للمقاومة كانت مأثرة في الجبهة وفي الداخل، وهذا العيد هو قريب من كل منا، وليس في روسيا هناك أسرة لم يضحي منها شخص في الحرب الوطنية العظمى. في هذا اليوم وفي الفوج الخالد يسير أبناء وأحفاد أولئك المقاتلين ويحملون صور أقربائهم وأولئك الذين رحلوا عنا. نحن نفتخر بالبسالة التي قدمها أولئك المنتصرون. وفي كلمته خلال إحياء ذكرى عيد النصر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت تسعى لأمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، وطرحت في سبيل ذلك اتفاقية أمنية لكن الغرب رفضها. وأشار بوتين إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا كان لابد منها لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد مع اقتراب التهديدات من الحدود الروسية وسعي لامتلاك أسلحة نووية. والآن روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزأ، وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي. ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع، ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح. وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى، وهذا ما رأيناه. لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقبية في الدنباس وبما في ذلك في القرم، وكانوا هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا، وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا، وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة لا مفر منه. عيد النصر يأتي إحياء للذكرى 77 لإعلان الاتحاد السوفيتي استسلام ألمانيا بالحرب العالمية الثانية عام 1945، وتحرص موسكو على تنظيم عرض عسكري بهذه المناسبة في الساحة الحمراء لاستعراض أحدث ما تملكه من معدات عسكرية. في 9 مايو من كل عام تحتفل روسيا بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية، ويعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها في روسيا، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي، حيث يأتي في ظل العملية العسكرية داخل أوكرانيا. في الدنباس الآن تقاتل الجيش الروسي، حيث يقومون بمواجهة أولئك الذين كانوا قد تجمعوا في تلك المناطق، وأسمي الأسماء
من أولئك الأبطال الذين كانوا قد ضحوا هناك وتوجهوا الآن إلى القوات المسلحة الروسية وقوات الدونباس. أنتم تقاتلون من أجل الوطن. يرجع الاحتفال بهذا اليوم إلى إعلان حكومة الاتحاد السوفيتي السابق استسلام ألمانيا في 9 مايو بعد إعلان هذا الاستسلام في برلين. وأصبح يوم 9 مايو من كل عام يوما يحتفل به الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا بالانتصار في الحرب العالمية الثانية. ننحني إجلالا لهذه الذكرى المضيئة لكل الأبناء والبنات، للأباء والأمهات، للأجداد والأزواج والزوجات، للإخوة والأخوات، لرفاق السلاح والأقارب والأصدقاء، لكل من لم يرجعوا أبدا من تلك الحرب ولكل من غاب عنا. وبهذه المناسبة يقام عرض عسكري في الساحة الحمراء تستعرض فيه موسكو أحدث أسلحتها. وتتضمن فعاليات الاحتفال بعيد النصر في روسيا تنظيم فعالية الفوج الخالد، وهي مسيرة شعبية حاشدة يحمل فيها الروس صور أبائهم وأجدادهم ممن خاضوا الحرب العالمية الثانية. ودخلت الفعالية للمرة الأولى ضمن الاحتفالات الرسمية في روسيا في الذكرى 70 للنصر. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده ستنتصر في العمليات العسكرية أمام روسيا ولن تتنازل عن أي جزء من أراضيها. وفي كلمة له في عيد النصر أكد زيلنسكي أن أوكرانيا خسرت 8 ملايين شخص خلال الحرب العالمية الثانية. في يوم الانتصار بالحرب العالمية الثانية نقاتل من أجل نصر جديد. الطريق إلى ذلك صعب، لكن ليس لدينا شكوك في أننا سنفوز. لا توجد أغلالا يمكن أن تقيد أرواحنا الحرة، لا يوجد شخص يمكنه أن يدخل عنوة في أرضنا الحرة. عاجلا أم آجلا سننتصر. نحن الناضل من أجل الحرية، من أجل أطفالنا، وبالتالي سنفوز. ولن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية، حيث مات أكثر من 8 ملايين أوكراني. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوكرانيا وحدها هي من تحدد شروط التفاوض مع روسيا. أضاف ماكرون في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي أن واجب أوروبا الوقوف إلى جانب أوكرانيا، مؤكدا أهمية التعامل مع الأزمات بكل قوة وحزم. وأشار الرئيس الفرنسي خلال كلمته إلى أن روسيا ترتكب جرائم لا توصف في أوكرانيا على حد قوله. كما دعا ماكرون لوحدة أوروبية تضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة سياسية أوروبية لضم أوكرانيا لها. أعلنت أوكرانيا وصول 8 حافلات تقل 174 مدنيا، بينهم 40 شخصا تم إجلاؤهم من مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول إلى زابورجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن الأشخاص 40 تم إجلاؤهم السبت الماضي من أزوفستال، حيث يتحصن آخر الجنود الأوكرانيون الذين تحاصرهم القوات الروسية. ومن جهتها أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا عن ارتياحها لتأكيد وصول 174 شخصا إلى منطقة آمنة بعد نقلهم من ماريوبول. على صعيد متصل، قال مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية استأنفت هجومها على مصنع الصلب أزوفستال في ماريوبول بعد أن غادرت قافلة الأمم المتحدة منطقة دونستيك. وأضاف أندريي تشيتكو أن القوات الروسية بدأت اقتحام أزوفستال وحاولوا دون جدوى اختراق الجسر الذي كان بوابة الإخلاء، موضحا أنه تم إجلاء جميع الأطفال والنساء وكبار السن.
في غضون ذلك هاجمت القوات الروسية مدينة أوديسا الواقعة جنوبي أوكرانيا بأربعة صواريخ من طراز أونكس عالية الدقة. وذكر مجلس مدينة أوديسا أن الصواريخ تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل تدمير البنى التحتية الإقليمية وممارسة الضغط النفسي على السكان المدنيين واحتمال استمرار الهجمات الصاروخية في المنطقة مرتفعة أو في منطقة مرتفعة للغاية. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية مدعومة بالدبابات والمدفعية تجري عمليات اقتحام لمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة. ولم يدلي المتحدث باسم الدفاع الأوكرانية بمزيد من التفاصيل. ونفت روسيا في السابق تأكيدات المسؤولين الأوكرانيين محاولتها اقتحام المنشأة الصناعية. قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفائه الغربيون قيودا على الاحتياطات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجلاء 170 مدنيا كانوا عالقين على الحدود الأوكرانية، وتم تنسيق عملية الإجلاء الناجحة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى عدم ادخار أي جهد لتأمين ممر آمن لجميع الراغبين في المغادرة في أي اتجاه يختارونه والمساعدة للوصول إلى المحتاجين. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت 3,260,000 لاجئ فارين من أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي. وأكدت وكالة حرس الحدود البولندية أن 23,600 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد مقابل 26,300 لاجئ في اليوم السابق عليه. ويذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. بحث المستشار الألماني أولاف شولز مع الرئيس الصيني شي جين بين تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغاز العالمية وأمن الطاقة. وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن مباحثات شولز وشي جين بين جاءت خلال لقاء عبر الفيديو، مشيرا إلى أن الزعيمين بحثا أيضا سبل تعميق العلاقات الثنائية وتعاون في المجال الاقتصادي وتطورات جائحة كورونا وتكثيف التعاون في حماية المناخ وتحول الطاقة والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن انتصار أوكرانيا على الجيش الروسي أمر ممكن جدا. وخلال خطاب له في متحف الجيش الوطني في لندن، دعا والاس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقبل حقيقة أن موسكو قد تخسر على المدى الطويل. وأضاف وزير الدفاع البريطاني أنه من الممكن جدا أن تدمر أوكرانيا الجيش الروسي لدرجة أن يضطر للعودة إلى ما قبل العملية العسكرية في فبراير. اتفق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على زيادة التعاون في إزالة الألغام التي تركتها روسيا في أوكرانيا. وقال زيلنسكي إنه تم اليوم الاتفاق على إقامة أقصى تعاون مع كندا حتى لا تتبقى منطقة في أوكرانيا لا يمكن دخولها بسبب خطر الألغام الروسية، موضحا أن الوفد الكندي أتيحت له الفرصة لزيارة ضواحي كييف المحررة والاطلاع عن كثب على الدمار الذي يتركه الاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستوقف ببطء واردات النفط من روسيا مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالحها
في مشاريع النفط والغاز في الشرق الأقصى الروسية. لكن كيشيدا لم يذكر جدولا زمنيا محددا لاتخاذ مثل هذه الخطوات، وذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ويشار إلى أن روسيا استحوذت على 3.6% من واردات النفط الخام اليابانية في عام 2021. 結束が何よりも重要な時であり、今回の G7首脳声明も踏まえ、ロシア産石油の原則禁輸という措置を取ること。 أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي ثغرات أمامه. جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع جمعة عناد لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها والجهود المتواصلة للقوات المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب. واستعرض الجانبان سير العمليات العسكرية الجارية على مختلف المحاور في مكافحة خلايا الإرهاب التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المدن والمناطق. وخلال اللقاء أشاد صالح بجهود القوات الأمنية العراقية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين، مشددا على ضرورة مواصلة الضغط على داعش وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية للقيام بمهامها. بلغت نسبة اقتراع المغتربين في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت يومي الجمعة والأحد في 58 دولة نحو 60%، وصوت حوالي 130 ألف مغترب لبناني من أصل 225 ألفا مسجلين في عملية الاقتراع في الخارج وفق التقديرات الأولية لوزارة الخارجية. وهذه هي المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المشاركة في انتخابات النواب. هذا ومن المقرر إجراء انتخابات داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الدولة الكندي لشؤون البرلمانية روبرت أوليفانت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. كما ناقش الجانبان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى بريطانيا إن الاتحاد مستعد لاستئناف المحادثات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص بقواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحاولت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مدى شهور حل الأزمة المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يحدد قواعد التباعد التجاري للمنطقة التابعة لبريطانيا، والذي وافقت عليه لندن قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكنها تقول الآن إنه غير قابل للتطبيق. أعلنت الشرطة الفلبينية أن 9 أشخاص أصيبوا في هجوم بقنابل خارج مركز اقتراع في جنوب البلاد. وقال متحدث باسم مفوضية الانتخابات إن هناك عمليات تفتيش جارية لتحديد ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة بالانتخابات. هذا وينتخب الفلبينيون رئيسا جديدا للبلاد، حيث يتنافس على خلافة الرئيس المنتهي ولايته رودريغو دوتيرتي 10 مرشحين. Thank you.
أعلن المبعوث الصيني الخاص بشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو تشومينغ أن موقف الصين وجمهورية كوريا الجنوبية متماثلة بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية. وأضاف المبعوث الصيني أن بلاده تؤيد دائما جهود كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية الرامية إلى تحسين علاقتهما والاستمرار في العمل لتحقيق المصالحة والتعاون بينهما. أعلنت الصين إجراء جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان لتحسين العمليات القتالية المشتركة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن العتاد الذي استخدم في التدريبات شمل قاذفات ومقاتلات وطائرات مضادة للغواصات. وعلى مدار العامين الماضيين تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها، والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة. أفاد معهد الزلازل الأمريكي بوقوع زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سواحل تايوان، في حين أعلن معهد الأرصاد الجوية في البلاد أن قوته بلغت 6.1 درجة فقط. وتسبب الزلزال باهتزاز للأبنية في العاصمة تايبي. وذكر التلفزيون المحلي أن كل أرجاء الجزيرة شعرت بالهزة دون أن تسجل أي أضرار على الفور. وتضرب تايوان ومحيطها زلزال بشكل منتظم بسبب موقعها فيما يعرف بحلقة النار. أعلنت وزارة الصحة في كوبا ارتفاع عدد قتلى الانفجار الذي هز فندق ساراتوغا في هافانا إلى 31 شخصا. ووفق ما أفادت وزارة السياحة، وقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة تزود الوقود في الفندق، وقد دمرت 4 طوابق من المبنى للطوابق الخمسة. وكان الفندق يخضع لترميم استعدادا لافتتاحه في 10 مايو بعد عامين على إغلاقه بسبب جائحة كورونا. قال 3 من قادة المجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عشرات قتلوا وفقدوا وأيضا كثيرون بعد أن أدانوا أو داهم مسلحون عسكريون لتعدين الذهب قرب بلدة في إقليم إتوار شرق البلاد. ويعتبر الهجمات على المدنيين من المخاطر اليومية في الإقليم الشرقي للكونغو، حيث تتنازع مجموعة وغيرهم من المحاربين من الميليشيات، فضلا عن فرع محلي تابع لتنظيم داعش الإرهابي. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإصدار الجديد من دورية آفاق استراتيجية التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملفه عددها الخامس عنوان مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة في إعداد دورية آفاق استراتيجية ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية في إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أنه من المقرر أن يجري الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة ومجموعة من المسؤولين المغربيين رفيع المستوى، تتطرق إلى سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، على نحو يلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبهما الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية تموينية
بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 43 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط قرابة 24.5 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية، من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت وزارة الداخلية خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية، حيث نجحت في ضبط 5348 قضية مواد مخدرة، والمزيد في التقرير التالي. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ضربات تسهم في تجفيف منابع المخدرات وإحباط مخططات ترويجها. في هذا الإطار نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في ضبط 5348 قاضية مواد مخدرة. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط قرابة 10.5 طن من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 1.5 طن، وما يقارب 128 كيلوغرام ونصف من مخدر الهيروين. كما نجحت في ضبط أكثر من 51 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، ونحو 23 كيلوغرام من مخدر الآيس، وكميات من مخدرات الأفيون والكوكايين والفودو والقنب تزن أكثر من 23 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط قرابة 19,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وأكثر من 33,000 قرص مخدر لعقار الترامادول، ونحو 110,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 160 مليون جنيه. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذا العدد الكبير من القضايا التي تم ضبطها والكميات الكبيرة من المواد المخدرة التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها تسهم في الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتؤكد على القدرة والاحترافية والجاهزية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة. أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لهذا العام 2022 ميلاديا 1443 هجريا، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 من مايو حتى يوم السبت الموافق 14 من مايو. وسيتم ذلك على النحو التالي: إجراء القرعة بمديريات أمن أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح، البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق 10 من مايو. وتجري القرعة بمديريات أمن الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، جنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 11 من مايو. وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن قنا، المنيا، القليوبية الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، شمال سيناء في يوم الخميس الموافق 12 من مايو. كما تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، القاهرة يوم السبت 14 من مايو. أهلا بكم من جديد.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين إلى أي جهة من الجهات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على أن إدارة جميع الشؤون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد الإمام الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهة خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد كأعمال نظافة والصيانة وأمن المساجد فقط، دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع سفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كاورني التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة، وأكدت وزيرة البيئة على علاقات التعاون الممتدة والبناء بين البلدين في مجالات البيئة وفرص التعاون القائمة. من جانبه أكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم خبراتها لمصر. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي هاني دميان في إطار الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس السيسي. وأكدت وزيرة الهجرة بأن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ للأهمية ويستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج لدعم استراتيجية الدولة. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف لاستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف. وأكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة للري والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالي الحالي في الفترة من الأول من شهر 7 لعام 2021 وحتى الآن في تمويل 2337 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه، منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4.5 ملايين جنيه. وأكد وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها للمرأة خلال تلك الفترة حوالي 1463 مشروعا بنسبة بلغت حوالي 67.7% من إجمالي المشروعات، مشيرا إلى أن الصندوق يعد إحدى أدوات الوزارة الهامة لدعم المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة. وصل البحارة المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. كانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. بنشكر القيادة السياسية على المجهود الكبير اللي اتعمل عشان هم يرجعونا بالسلامة، وبنشكر الأجهزة اللي تعاونت كلها عشان ترجعهم. احنا شايفين دايما ان القيادة السياسية بتهتم بالمواطن المصري في اسكان في بلده او خارج بلده، وفعلا ما سابوهمش لحظة واحدة على واحنا سامعين منهم النهاردة قد ايه هم كانوا بيتعاملوا معاملة كويسة، وقد ايه الجهات كلها كانت مهتمة بيهم عشان ترجعهم النهاردة لأسرهم. الحمد لله على سلامتهم. نشكر جميع الجهات المعنية اللي توجهت من اول نداء لينا بإنقاذ الصيادين المحتجزين باليمن. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامهم بالصيادين وحل مشكلهم والاتصال بهم، اطمن عليهم هناك. بنتوجه بخالص الشكر والعرفان
للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد، وحمل على عاتقه كاهل 20 صيادا مصريا، وأصر أن يأتوا إلى وطنهم وإلى بلادهم. أهلا، بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جزيل الشكر على اللي عمله معنا وجميع الجهات السيادية اللي اهتموا بنا وما سابوناش. نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بقيمة 138 مليون يورو لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منحا تموينية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية. يتواصل موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم، وصرح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ربيع مصطفى بأنه تم توريد 27,464 طنا من القمح إلى صوامع التخزين. وأضاف أن إجمالية مساحة الأرض التي تمت زراعتها هذا العام لمحصول القمح بلغت 208 ألاف فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبا. ونوه وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين أثناء عملية التوريد التي تسير بشكل أكثر سلاسة. حصدنا ما لا يقل عن 56 ألف فدان من المساحة المنزرعة، وجاري التوريد فيها يوميا، وفي إقبال شديد من السادة المزارعين. وصلنا تقريبا إلى الإجمالي حتى اليوم 27 ألف طن و 486. أنا أبشر طبعا كل السادة المشاهدين إن إحنا القمح عندنا هنا في طمية، في طمية وفي الفيوم كلها، كل درجاته مرتفعة، درجة النقاء بتاعته عالية، بتوصل 23.5 و 23، ما بيقلش عن كده. طبعا المزارعين في حالة فرح شديد وفي حالة إقبال شديد في عملية التوريد. وطبعا هذا العام إن شاء الله إحنا هنعدي المستهدف اللي إحنا مطلوبين إن إحنا نوصل مستهدف إن إحنا حوالي عن 375 ألف طن. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لقرية المنشية التابعة لمركز مدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية. وشملت القافلة عيادات متنقلة في 14 تخصصا طبيا، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية صحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وسط تنفيذ لحزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا. حذر رئيس اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا من مواجهة أعباء ناتجة عن قانون سلاسل التوريد الأوروبي المقرر إصداره. وجاء في خطاب رئيس الاتحاد يوزيف زانكتور هانز الذي وجهه لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن قانون سلاسل التوريد الذي تم تصميمه سوف يثقل كاهل أجزاء عريضة من المؤسسات متوسطة الحجم بشكل كبير ولا يمكن التعامل معه في الوقت الحالي، لا سيما في ظل وضع انهيار سلاسل التوريد على مستوى العالم. تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 25.9% في إبريل للشهر الثاني في ظل معاناة لموسكو من عقوبات اقتصادية. ووفقا لبيانات جمركية، ارتفعت الواردات الصينية من روسيا بنسبة 56.6% في إبريل. وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين. قالت شركة الطاقة السريلانكية إن مخزونها ينفد من الغاز المستخدم بشكل رئيسي في الطهي، حيث أدى نقص النقد الأجنبي إلى تجدد الضغط على الدولة. وقال وزير المالية السريلانكي إن بلاده التي تضررت بشدة من وباء كورونا وارتفاع أسعار النفط لديها أقل من 50 مليون دولار فقط
من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام. إلى ذلك استقالت الحكومة السريلانكية، فيما أعلنت الشرطة حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، وذلك إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وللمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينة هايدزهاوزن الألمانية. سيدي، بعد التحية، يعني كيف ترى مواجهة التضخم الذي يشهده العالم حاليا مع اختلاف الأزمات في كافة الدول؟ أولا كورونا، وأتت الآن العملية العسكرية الروسية لتأتي بآثار سلبية على ما تملكه بعض البلدان من مخزوناتها سواء فيما يتعلق بالغاز أو الطاقة. تحياتي لحضرتك في البداية وللسادة المشاهدين. طبعا التضخم موجود في ألمانيا زيه زي أي دولة في العالم، يعني احنا عاصرنا أول حاجة وباء كورونا اللي طبعا أثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد، على الاقتصاديات حتى بما فيهم الاقتصاديات القوية جدا زي ألمانيا وغيرهم، وبالتالي كان في حالة من التضخم. وعشان بس المشاهد يفهمنا، نقدر نقول إن الفلوس نفسها قلت قيمتها والمنتجات نفسها زادت تكلفتها لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها طبعا إيقاف عملية الشحن وإغلاق بعض المواني وحاجات كثيرة جدا عطلت مسار الإنتاج في معظم دول العالم. وبعد كده طبعا جت الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدورها برضو أثرت بشكل سلبي، يعني ممكن نقول زيه زي كورونا أو أكثر، خصوصا إن الدولتين مهمين جدا، سواء بقى بنتكلم عن مصادر الطاقة وتشغيل المصانع والتدفئة والمحركات، لو بنتكلم عن الغاز الروسي أو حتى بعض المعادن اللي كانت روسيا بتصدرها، أو حتى بعض المواد الغذائية والمواد المعدنية اللي كانت أوكرانيا بتصدرها. وبالتالي بقى في النهاردة مشكلة تانية، نقص في بعض المواد الخام، نقص في بعض المواد الغذائية، إلى جانب كمان عملية الطاقة، يعني بقى في النهاردة نقص في وارد الطاقة اللي هو بيسبب ارتفاع سعره، وسعر الطاقة لما بيزيد بيزود كل حاجة معاه، لأن لو بنتكلم حتى على المواد الغذائية أو غيرها، فالطاقة دي بتدخل في عملية الشحن والنقل وتشغيل المصانع والكلام ده كله. وبالتالي بقى في أزمة كبيرة جدا في كل دول العالم، بقى في ارتفاع في الأسعار ملحوظ جدا ما بين 5-9% أو 9.5%. وفي نفس الوقت بدأت أوروبا النهاردة أو خصوصا ألمانيا توعي المواطن بتاعها إن احنا نقدر نواجه الأزمة دي لو قدرنا طول الوقت نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها، ما يبقاش في عملية ان المواطن يشتري كميات كبيره ويخزنها، مفيش داعي للخوف، ولكن طيب هل يلبي المواطنين هل يلبي المواطنين هذا النداء؟ يعني ذكرت حضرتك هذا التحذير من المانيا الذي صدر من رئيس اتحاد تجاره التجزئه من مواجهه هذه الازمه، وحذر ايضا من مواجهه اعباء ناتجه عن قانون سلاسل التوريد الاوروبي المقرر اصداره. طبعا كان في البداية، يعني نقدر نقول في أواخر شهر فبراير مع بداية الأزمة وبداية شهر مارس، كان في حالة من الخوف والهلع اللي اتسببت ان مواطنين كتير جدا يشتروا كميات كتيرة، وهم نفسهم لاحظوا ان العملية دي أثرت عليهم إلى حد ما سلبا. النهاردة بعد نشر الوعي والالتزام من الجميع، بقى في إلى حد ما هدوء واستقرار. في نفس الوقت المحال التجارية أو السوبر ماركت نفسها كان عليها دور اجتماعي مهم جدا، وان هم بيتابعوا ان الناس اللي بتشتري من عندهم دايما تاخد احتياجات عاديه جدا زيها زي اي اسره، مش كميات زي ما كان بيحصل في الاول. وفي نفس الوقت على مستوى الحكومه بقى في الى حد ما دعم للاسر ودعم على الطاقه ودعم للفقراء، وفي نفس الوقت بتحاول المانيا جاهده انها النهارده تنوع مصادر الطاقه بتاعتها علشان ما تبقاش معتمده بشكل كبير جدا على دوله واحده زي ما حصل مع روسيا. ولما بقى في مشاكل سياسيه الى حد ما، ودي مش اول مره، دايما كانت الطاقه الروسيه بتلعب دور مهم جدا. اشكرك جزيلا السيد حسين خضر، عضو مجلس مدينه هايندهاوزن الالمانيه. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ليسجل رأس المال السوقي مستوى 711.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.82 ليغلق عند مستوى 10906 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وقد انخفض أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2832 نقطة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذه عناوين الأخبار. في يوم عيد النصر، بوتين يؤكد أن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضرورياً. الرئيس الفرنسي يؤكد أمام البرلمان الأوروبي أن أوكرانيا وحدها هي من تحدد شروط التفاوض مع روسيا. على وقع استمرار أزمة التضخم العالمية، حكومات أوروبية تدعو المواطنين إلى تخزين الغذاء. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.